بونسوار. اليوم حبيت طلع عليكم بشكل جديد، بقالب جديد. انتو كل عمركم معودين على غيدة مرزوب الاعلاميه اللي بتشوفوها على التلفزيون، اللي بتشوفوها على المسرح، اللي بتقدم برامج. انما انتو بتعرفوا يمكن انه انا بحب كثير الموسيقى، بحب المسرح، بحب السينما، بس الجانب الموسيقي اللي فيه كثير كبير لانه دينتي كثير موسيقيه وكل عمري بحب غني. كثير اشخاص حتى وكثير فنانين اصحاب لي بيقولوا لي ليش ما عملتي مطربه، ليه ما عملتي فنانه؟ مش هدفي كنت اعمل فنان او اعمل مطربه، بس كل عمري بحب الريبرتوار، كل الاغاني الطربيه القديمه للست ام كلثوم، لسيده ورده، عبد الوهاب، عبد الحليم، كلهم بحبهم، بنبسط اسمعهم. فنحن قاعدين بالبيت هلا، ليش ما سوا بنتسلى وبنقعد وبنعمل شيء بيبسطنا، بيبعد شوي عقلنا عن السياسه والفساد والكورونا وكل هالامور البشعه اللي عم نعيشها. انا بدي اقول لكم انه حصير حاول اعمل هيدا الشيء بشكل دوري. كل شخص منكم عنده اي اقتراح لإلي، اي سؤال لإلي، اي فكره بده يقول لي اياها، بس فوتوا اعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعيتي وانا جاهزه اكيد لحتى نتعاون سوا ونرجع نعمل شيء لايف ونغني سوا. وخلينا هلا انا وياكم نغني سوا اكذب عليك لسيدة وردة. اكذب عليك 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 لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسة اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا رسي علي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا رسي علي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا رسي علي امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بر وانا رسي علي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي انا حبيت اليوم غني انا وياكم وبرجع بغني انا وياكم مره تانية. ما تغيبوا كتير، سبسكرايب على غيدة مجذوب على اليوتيوب شانل وبرجع بلاقيكم مع غنية جديدة، خبرية جديدة، واكيد خلينا نسوا نغني وننبسط ونغير فكرنا عن كل الاشياء البشعة اللي عم نمرق فيها. باي باي.